أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنا اسم آيلا وصفات حاملة الاسم. تابعونا بعد الفاصل ولا تذهبوا بعيدا. اسم آيلا، آيلا من الأسماء الأعجمية الأيرلندية التي تحمل معاني كثيرة ودقيقة ومعبرة، ويقال أن هذا الاسم هو اختصار لاسم هيلين الذي يطلق على الفتاة الفاتنة الجميلة والبيضاء، ولعل هذا السبب وراء الانتشار الكبير لهذا الاسم في العالم الغربي. معنى اسم آيلا، يحمل اسم آيلا العديد من المعاني والتي تعبر جميعها متقاربة إلى حد ما، إذ أنه يعني نور وضوء القمر الذي ينير السماء في عتمة الليل، خصوصا عندما يكون القمر بدرا. ومن المعاني الأخرى المعروفة عن اسم آيلا هو المعنى المرتبط باسم هيلين، وهو حامل الضوء الذي يجلب النور، وبما معناه القمر، وهذا المعنى بعكس المعنى الأول الذي يقتصر فقط على نور المنبعث من القمر. أما بالنسبة لمعنى اسم آيلا في اللغة العربية فهو يعني ضوء القمر أو ناشر الضوء، وهو من الأسماء التي لم يتم ذكرها في القرآن الكريم، لذا لا يوجد معنى عربي أصيل له. ويعتبر اسم آيلا من الأسماء التي يمكن تسميتها في أي ديانة كانت مسلمة أو مسيحية أو يهودية. فمعنى الاسم لا يحمل أي كلمات سيئة أو غير لائقة، بل بالعكس معناه رائع ولا يخلو أبدا من الجمال. وبالتالي إذا كان الأهل بالأخص مسلمون ولا يعرفون إذا كان باستطاعتهم تسمية ابنتهم باسم آيلا، فلا يجب أن يقلقوا، فالاسم ولا معناه يحملون أي معاني تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. صفات حاملة اسم آيلا، هناك الكثير من الأهل الذين يفضلون معرفة الصفات التي يحملها أصحاب الاسم قبل أن يسمون أطفالهم بها. وبشكل عام تشترك صاحبات اسم آيلا بالصفات التالية: تمتلك صاحبة اسم آيلا الثقة بالنفس ولا تحب أبدا مقارنتها مع غيرها، شخصيتها رقيقة وناعمة وهادئة وأحاسيسها مرهفة، تمل من الروتين سريعا وتحب السفر والتنقل من مكان إلى آخر، تعشق الأفلام الرومانسية وعاطفية جدا، لا تحب الجلوس في الأماكن المليئة بالضوضاء، تمتلك هوايات كثيرة منها الرسم والقراءة، وتحب الأغاني الهادئة كثيرا، مجتهدة وذكية ولديها طموح قوي وحنونة، تحب الأطفال وتحترم الكبار، مزاجية وعصبية كثيرا، انطوائية ولا تحب الاختلاط بالناس كثيرا. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة، ولايك وشير وتعليق تحفيزي بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الفيديو القادم، وتصبحون على ألف خير.